بعد ما جينا اخبار انه وقت لحكمه على 4 شبان في بنزرت بتهمة التجاهر عمدا بفحش عام 2026 مكرر. دونك احنا اوناجي شو عيطنا معناها سيتي المظاهرة الاولانية متاع حملة بوش بالسيف، هبطنا قدام وزارة العدل وعملنا افطار هكا عالمي وكل. دونك اون كونت نهبطوا للشارع، الشارع حبيب بورقيبة قدام مسرح البلدي نهار 11 جوان باش نقولوا راهو دابوغ يفو انولي cette ancienne manière circulaire qui s'applique toujours manière على خاطرها مخالفة للدستور الفصل السادس منه حرية الضمير. اي انكور يفو دي كو باش نقولوا راهو حقنا نكونوا مختلفين في بلادنا ونعيشوا كيف ما نحبوا. في مسألة رمضان ما كانش فما المشكل المطروحة قبل منشور خرج في الثمانينات، المنشور هذا الناس كل نسميه منشور مزالي كي ايتي انولي معناها باغ حبيب بورقيبة عام 81 وصار إعادة تطبيقها وتفعيلها في مع بن علي وسابليك توجور. حاطين البيتيسيون هذيا حبينا ننشروا قضية في المحكمة الإدارية لإبطال سارين مفعول هذا المنشور، اللي صار لنا أنه ما لقيناهش المنشور لا في المطبعة الرسمية اليوخت لا في الجوخت لا ما لقيناه الجملة، حتى كي حبينا نزيدوا نسألوا قالوا لنا راهو قاعد يتبعث رؤساء البلديات قبل بنهار وبنهارين من كل رمضان بوغ لابليكي، معناها خاطر متعلق باغلاق المقاهي والمطاعم وبمنع بيع الخمور خلال شهر رمضان. اما اون كوبي هكا باش نشدوها في دينا وباش نمشيو نشكيو في ابطال سارين مفعولها في المحكمه الاداريه ما نجمناش نتحصلوا عليها، معناها سي اون سيركولير انفيزيبل. دونك قررنا بمقتضى الفصل نفاذ الى المعلومه في الدستور باش نتقدموا باذن على عريضه نطالبوا دابا اون كوبي من هالسيركولير انفيزيبل اللي قاعدين يطبقوا فيها علينا، ومن بعد نتقدموا بشكيه المحكمه الاداريه في ابطال سارين مفعول هذا المنشور. المساله هذه راهو ما تدخلش في اطار القانون، يعني القانون واضح، عندنا الفصل الثاني من الدستور يقول ان تونس دوله مدنيه، الفصل السادس من الدستور اللي يضمن حرية المعتقد وحرية الضمير، هذوما ما فيهمش نقاش. الممكن المسألة الوحيدة اللي تتدخل فيها القانون الوضعي في المسائل الدينية هي مسألة حماية المقدسات، لأن الدولة هي راعية للدين بحسب الدستور بنفس الفصل. راعية للدين إيش معناها؟ معناتها اللي احنا ما نخليوش جوا مع تتكسر، ما نخليوش ناس تعتدي على المعتقدات الدينية لغيرها. لكن إنسان يفطر على روحه ما اعتديش على معتقدات الدين، ما أجبرش غيره على الإفطار. هو المسألة في ظاهرها مسألة الصوم وممارسة الصوم أو ممارسة الإفطار، هذا في الظاهر مسألة شخصية حرة فردية تنبع من قناعات الشخص، وبعدين هو يتحاسب بالطريقة اللي يراه هو، أو رون دي كونت كما نقول بالفرنسوية للي يراه هو حسب قناعاته إلى آخره. هذا مبدئيا. ثانيا في الحقيقة مش في المبدأ فما ضغوط وضغوط مضادة نجم تتمارس من سلطات مختلفة إلى آخره، والسلطات هذه فيها سلطات مشروعة في معنى أنها هي سلطات مبنية على القانون ومبنية على ترتيب، وفما سلطات تبني لنفسها شرعية ب قناعات تقدم فيها نفسها على أساس أنها هي حامية بقيم أخلاقية وقيم دينية إلى آخره. ثلاثة، وقت نحط المشهد الاجتماعي أمامنا هذا نجم نلقاو اللي المسألة هذه في الحقيقة ليست إلا مثال من الأمثلة اللي المجتمعات فيها تعيش نوع من الصراع ما بين أنماط من القيم موجودة عند عدد كبير من الناس. القانون في تونس ماهوش واضح بالنسبة لحكاية القهوه، كل عام فما حكاية تطلع عامليه تخدم، من بعد عام جاو مشيت نسل أنا يعني كل عام مش ما تصيرش مشاكل كيما تشوفوا قاعدة تصير برشا مشاكل concernant les salons de tes restaurants اللي حلوا في رمضان. تمشي تسل مش نحمي روحي خويا نحل من بعد تصير لي مشاكل، فما ناس عندها ترخيص حلوا وجراوا له مشاكل يقلقوا.
من علاش كنت بعتوا نهارين ولانين متاع رمضان اللي سكروا لهم القهاوي في سيدي بوسعيد؟ كانت الحكاية ليه مش على خاطر حلوا في رمضان، على خاطر ما عندهمش تصاريح بلدية، على خاطر زادة نفس المنشورة ذي ينص انه لازم يكون عندهم تصاريح بلدية باش مانا كيلكو زان مش الكل بيسور باش يحلوا القهاوي، انكور يفرض عليهم يهبطوا لغيدو ولا يعملوا بعدها يخبيوا رويحهم من لي جون. فما ناس أصحاب المود تلقاها كيري محل بفلوس برشا فلوس كيريه ومدافع فيه فون يمور وكذا، تجي تسكر له كيفاش باش يعمل فاتورة الماء فاتورة الغاز الضوء الواحد كيفاش سينيسيس كيفاش باش يعمل؟ واعلم يا هذا أنا بعد رمضان فما سيونس يونيك، رانا في سيونس يونيك ناكلوا كف لطف، معناتها واحد لازم يكون متفاهم الوضعية شوية. سيفري نحترموا مشاعر العباد، نحترموا العباد اللي صايمين، ما نقلقوش غيرنا. فما شكون اخويا هذاك الله غالب ما عندهمش في النمط الحياه تاعو ما سينسوش يسيمو، يتعب يخدم تلقاه يخدم في 10 سوايع 12 ساعه في النهار يتعب رمضان يتعبوا. وفما شكون يسيم صح عليه، نحن قلنا مانيش ضد رمضان مانيش نحلو، رانا نقمه في العباد نحلو باش نسلكوا امورنا شويه. نحن بالنسبه لتجاوز المساله هذه الاجراء بسيط، احكام خرجت من القضاء نجموا نجيبوها كان باحكام اخرى من القضاء، يعني نمشيو امام القضاء ونتجهوا للقضاء. بالنسبه للمنشور في حد ذاته نجموا نطعنوا فيه، وقرارات الغلق هذه نجموا نطعنوا فيها امام القضاء الاداري، ناخذوا سورسي اكزيكوسيون يعني ايقاف تنفيذ من الاول، ثم من بعد ناخذوا الالغاء التام للنصوص المخالفه للدستور وتمس من الحقوق والحريات. فيما يتعلق بالفصل 226 مكرر من المجله الجزائيه، لهنا المشكله كبيره ياسر. علاش؟ لانه كما قلت من الاول التشريع نتاعنا ما زالت ما تمش تحيينها وملائمتها للدستور، الدستور 2014. على هذا الاساس اللي نجموا ناملوا فيه هو انه بانتصاب المحكمه الدستوريه عما قريب يصير طعن في دستورية قوانين هذه ويتم إلغائها على هذا الأساس، أو لعل المجلس النواب الشعب يتحرك قبل ذلك باتخاذ ما له من صلاحيات تشريعية بإعادة إصلاح وتنقيح الفصول المخالفة للدستور. المفروض إذن أن القوانين تساعد على تنظيم العيش المشترك بما يضمن الحرية للجميع وبشكل متساوي إلى آخره. به هذا أولا. إذن يجب أن نسأل إلى أي مدى المؤسسة هذه اللي تضع القوانين متحملة مسؤوليتها، هذا واحد. اثنين، تتعدى للسلطة الأخرى اللي هي السلطة التنفيذية اللي تسير مظاهر الحياة العامة اللي موجودة قلنا احنا في الفضاء العام إلى آخره، إلى أي مدى هي نظمته ولا لا؟ هذا سؤال كبير. لماذا؟ لأنه صعب جدا أنا نتصوره اللي سلطة سياسية تمارس في نوع من المنع لمظاهر كثيرة من الاحتجاج الاجتماعي والاحتجاج السياسي وعدم السكون بالضرورة للقرارات متاع السلطة في أشكال مختلفة وفي الحياة في نشوفوا فيه هذا في حياتنا اليومية. هناك دائما حيوية اجتماعية تعبر على معارضة وتعبر على نوع من الاحتجاج ضد السلطة، وسلطة أكثر من مرة مارست نوع من المواجهة العنيفة والقمعية لمظاهر للتعبير. صعيب ياسر باش نتصوروا اللي نفس السلطة هذه قادرة على تنظيم نقاش جماعي منظم، صعب. ليش؟ لأنه يبدو أن ما هو أقرب إلى السلطة هو أنها تفكر في الحفاظ على ما يسمى بالأمن العام في المعنى الأمني البوليسي، مش الأمن العام في معنى التوازن الاجتماعي والتوافق على قواعد عيش مشترك.